فلذيذا فعلا فعلا نحن لا نختلف والتي تلي عن حق التفاعل من الإرادات والمواقف، لكن يجمعنا حب الوطن وإن اختلفنا في التكتيك فالاستراتيجية واحدة وهي من أجل وطني من أجل مغربي في جميع المغاربة في دين حقوق الإنسان. فعلا الشباب إذا الإخوة بالنسبة لنا حنايا حنا كان عندنا مجموعية حنا كنديرو نضال مؤسساتي ديمقراطي حدث كنديرو الفوضى ونخطرو به، ولكن كنأمنوا بأن التغيير يأتي من داخل المؤسسات، وإن اختلفنا حول هذه المؤسسات عن مدى نجاحاتها أو عدم مشروعيتها أو عدم نجاحة النضال من أجل ديمقراطيتها، صحيح أن الديمقراطية طريق شاق وطويل، لا هو ما عليه، والمغرب قد ركب كما ودوعا في أشواط جد متقدمة، نحن كشبيبة وكحزب سدنا الدستور وقدمنا اقتراحات وصفقنا لها، ولكن إشكال الإخوان أن الديمقراطية لا تقف عند التسارع، إذا الإشكال مرتبط حتى المسألة ديال عزوز الشباب عن المشاركة السياسية والإخوان مرتبط بالمسألة الديمقراطية اللي هي كحقوق وكواجبات، وكنقول للأسف الشديد كنطالبوا بأن الأحزاب تخدم نموذج من قائداتها والجمعية والإدارة قم نموذج على أساس أنها مؤسسة مواطنة تطبق وتحترم حقوق الإنسان، مثلا واحد كيف نطلع حقوق الإنسان قدامنا تجي كتشري الأفكار الناس من ديكلاراسيون كلاس ديسيس، كنقولوا حنايا كنعتمدوا أن الديمقراطية كسلوك وممارسة ميدانية الحياة العامة والشخصية والاجتماعية والسياسية، هذه قناعتنا، هذا أساس، هذا على أساس أن الصلابة والوصول. ثانيا هي الإعلان، هذا الأول باش نقدموا اقتراحات، ولكن تتكون تشخيص، تشخيص واقعي وحقيقي، أن الأول لعقد مصالحة بين الأحزاب وشبابها، اقتناعا وإيمانا بأن الشباب له مكانة وحضوة وقوة اقتراحية، وليس لتأتي انتفاضة أو تكوين أعداد في مؤتمرات أو لقاءات، وإنما كقوة لا اقتراحات ولها إمكانيات تدبير الشأن العام وتدبير السياسات العمومية. ثانيا أنا فعلا الإخوة بعض الإخوة قالوا بالنسبة للدستور كورقة طرف النظام، الإخوة نتكلموا بكل صراحة، هي المغرب مجموعة ديال الدراسات، شي كيقول فيها غبي العربي، شي كيقول خالف خالف عربي، شي وكاع شي استثناء إلى آخره إلى آخره، هي فعلا ملك البلد قد استوعبها لحظة بدستور جديد هو اللي غادي يمهدنا ويعطينا خريطة الطريق نحو بناء المؤسسات القوية والديمقراطية. الإشكال اللي ما عندناش هنا في المغرب عندنا أزمة تنفيذ وأزمة تفعيل قوانين وأزمة تفعيل مؤسسات وأزمة تفعيل بنود، عندنا واخا نحكمهم تجيب دستور ديال سويسرا تحطو في المغرب، أرى لا ما كانش الذهنيات والعقلية الديمقراطية وقابلة للاستيعاب وقابلة لتحويل تلك القناعات إلى ممارسة مثلاش تجلس، نحيو نعيبو والعيبو فينا، حنا كتكلمو على الديمقراطية، الديمقراطية كيبقى شعار، كيبقى شعار، فعليا ديمقراطيين حقيقيين، أنا في الحزب فعلا هذا حق مجتمعي تفاعلي فيه الصالحين والطالحين فيه الأمرياء والقديسين والملائكة والشياطين، كنقولو شنو كنقولوها دابا حتى بعض الأرقام ولات متجاوزة، البعض اللي عرفنا بالحزب اليميني الاتحاد الدستوري عسو الحسن، أنا نفتخر أساسا، وحنايا دابا المنافق الليبرالي اجتماعي حقيقي، نتكلموا بكل صراحة، أغاية تبريكم كاتب اللي يقول لكم كاين شي منظومة اشتراكية في العالم ناجحة، من فرنسا، فرنسا كتطبق النظام الرأسمالي ولكن العدالة الاجتماعية، الإشكال ما عندناش في النظام الرأسمالي، الإشكال عندنا في هي العدالة الاجتماعية. حنا ما نتناقضوش مع الخطاب ديالنا، ودابا الحكومات كتبنى البرنامج ديالنا، كتبنى هذه حكومة إسلامية، كاين شي برنامج؟ عندها شي برنامج؟ حنا كنقولوا للمغرب نحتاج إلى رئيس حكومة قوي وديمقراطي، وليس إلى مهلس
عليها بالفرجه ولا الى الاوان لاحدى القطيعه مع الممارسه الفرجويه واللي كتدخل البلد واحد المتاهه تقدرنا حنا اللي خاوتنا نحترموه حتى شي في بريك كنحترموه كيختلفوا ماشي ما كيختلفوش كيختلفوا في التكتيك في الطريقه ديال رؤيه الاشياء ولكن خصنا الاخوان نبداو واحد التصور الحسن الثاني ملحوم كان الحكمه كاع هذا الشيء كان الحكمه لما سئل حول بعض الأسئلة وجود الكومونيسم في المغرب وجود الشيوعية في المغرب ماذا كان في خلاصة القول قال أن هذا الناس كيعتمدوا هذه الأفكار التمويلية في الجامعات ويطلقونها في الوظائف أنا كنت في الجامعة وقالوا معايا المئات نهار اللي طلبت الضوء إلى شربيس بقات عنده عقلية ديال العاقة والإسمات والتملك والرأسمالية هذا هو الخير لقيت واحد زايد علينا كنعرفوا السيكولوجيا المغربية كي دايرة الإخوان التحدي خص النظام دا أنا كنآمن بفعالية النظام داخل المؤسسات وكنعتبر المؤسسة الملكية هي الضامن الأساسي والاستقرار السياسي والاجتماعي والثقافي والديني في البلد أقول شوفوا ضد الأنظمة ها هو العراق دابا كيطلبوا الله يكون استقرار سياسي كيقول لي ريت هذيك الديكتاتورية فعلا ضد الأنظمة كاين قاعدة الحرية السياسية طبعا العراق الناس تلقى تماك العراقي كتبدي تزيدوهم العريونهم ديك دابا العراق الناس نتبعو مستهدفه بالامان الشخصي وفي السلامه البدنيه ديالها وفي الاستقرار الامني واش هادي هذا هو التغيير هيا دابا الانظمه وقع رابع عربي هل تحقق مكان الثوره تحققت بالطبع هذه الظن ان الديمقراطيه قد تاتي عن الثوره انا اؤمن بالثوره الحقيقيه ثوره فكريه وثقافية وسياسية داخل المؤسسات وشكرا. قبل الختام